شكل حكايات من قصص النجاح والتميز. فهو المهندس الذي عشق البيئة وأحبها منذ نعومة أظفاره، وسخر حياته للعمل جاهداً لنشر الوعي البيئي. انتقل من ناشط في مجال حماية الطبيعة إلى راسم للسياسات البيئية ومتخذ للقرار، فكانت علامة فارقة في تميزه في العمل، لأنه حقق ما كان يؤمن به من أفكار ريادية لحماية التنوع الحيوي الذي تتسم به المملكة الأردنية الهاشمية. أنا من مواليد 1964 في عمان بجبل الحسين، 21/8/1964. أنا بعشق عمان وبعشق الأردن، ومعظم حياتي إذا مش كلها عشتها في الأردن. درست عشت بين جبل الحسين وجبل الويبدة، بس بالفترة لأول 3 سنين كان والدي مدير صحة في عمان وفي الصالت وفي نابلس. فمن الفترة بين 1964 لما كان عمري أشهر إلى 1967 كنت في نابلس، لأنه والدي كان مدير صحة في نابلس. بال 67 أهلي رجعوا على عمان، وكنا من مواليد كنا من سكان جبل الويبدة اللي بعشقه أنا، جبل الويبدة. وكل طفولتي كانت بجبل الويبدة، يعني من الصف الأول ابتدائي أنا كنت بمدرسة الترسانطة، وكنا ساكنين جنب المنتزه، فكنت أمشي من ال 12 سنة من الأول ابتدائي للتوجيهي، كنت أمشي من البيت للمدرسة، فحافظ كل حجر لليوم في هذا الجبل، وما غيرت مدرسة يعني من هذا. ويعني لهلأ علاقتي مع أساتذتي اللي علموني بالمدرسة وأصدقائي وزملائي اللي كانوا بالمدرسة بشوفهم، مرتبط كتير أنا بهذه الفترة. وحتى يعني لما أحلم المشهد دائما بكون ببيتنا بالويبدة، قد ما أنا يعني متعلق بهذه المنطقة. واليوم مكتبي بالويبدة لأنه بحب الويبدة. خلصت أنا كنت يعني أفرج بالمدرسة، يعني مش من الأوائل، بس بالتوجيه عرفت أنه هاي مصيرية وعشان أدرس اللي بدي إياه، فشديت حالي وجبت معدل 94. وكنت يعني حلمي يا أدرس مهندس بالكهرباء، لأنه كنت أنا يعني منبهر بالتكنولوجيا، وأنه ما كانش لسه أيامنا إنترنت بال82، بس يعني كنت حابب أدرس يا هندسة كهرباء يا هندسة جينات. كنت أيضا منبهر بموضوع الجينيتك إنجينيرينج والحياة والكروموزومات، فالمعدل أهلني أدخل مهندس، فدخلت هندسة بالجامعة الأردنية. ويعني قبل هذه الفترة كنت أنا نشيط بالمدرسة مع شوي مع الكشافة، كنت ألعب فوتبول كتير، وكنت يعني مهووس بلعبة الفوتبول، فكنت دائما بالحارة بالمدرسة بفريق المدرسة ألعب فوتبول، ويعني كنت أنا أشوت شمال، فيعني دائما قلال أيامنا كانوا اللي بشوتوا بإجر الشمال، فدائما ألعب جناح شمال أو دفاع شمال. وكنت حتى قد ما أنا متولع بالفوتبول كنت حابب أدرس حتى كوتش، أصير بألمانيا قد ما كنت أتابع فريق الفرق الألمانية بايرن ميونخ وهيك، فكنت يعني أنه أحد أحلامي كان أنه أدرس كوتش فوتبول. طبعا هذا كان غير مقبول بالأهل في ذلك الوقت أنه شو تدرس فوتبول. فالمهم درست يعني دخلت أول فصل هندسة مدني، وكنت ناوي عم بفكر أدرس كهرباء المعدل يعني بالرياضيات والفيزياء، وكنت أجيب علامات كاملة. الرسم الهندسي كنت يعني بالمرة ما كنت أعرف أرسم، وحتى في إشي اسمه تي سكوير، هاي اللي بحطها الواحد بس بده يرسم خط مستقيم، أنا ما كانت تزبط معي الخط المستقيم، يعني ما عارفش أرسم. فصرت أفكر إنه أنا مش مهندس، يعني المهندس لازم يكون عنده تخيل كيف يرسم البيت، كيف يرسم الإشي اللي بده يعمله. وقلت أنا شخص ميداني، بحب كنت دائما أطلع على الميدان، كنت أطلع على الحارة، كنت يكون عندي بسكليت، كنا نطلع برا عمان نستكشف عمان حتى من أنا وصغير بالبسكليتات مع شلة. فقلت أنا شخص بحب النفس الميدان، مش أقعد في مكتب وأرسم وأقعد ساعات. فقررت أحول بالفصل الثاني زراعة،
وهذا طبعا وجدت شوية مقاومة، إنه كيف واحد شاطر بدخل هندسة وبصح له هندسة والزراعة بس بيقبلوا الثمانينات والسبعينات أيامنا، إنه للي مش كتير إنه كيف تدرس زراعة. ولكن أصريت لأنه اللي فهمته إنه اللي بدرس زراعة في تخصص اسمه تربة وري، وكنت أنا أحكي لهم أنا بدي أتعفر بالتراب، فيعني درست تربة وري فعلا. وأنا بعتقد هذا كان أهم قرار بحياتي، لأنه هذا حولني على الميدان أكثر، حولني شفت الأردن من خلال دراستي للزراعة. وعندي كان أستاذ الله يذكره بالخير دائما دكتور عوني طعيمة، هو اللي عرفني على الأردن، كنت أطلع معه دائما، كان يدرس الصحراء هو والتربة وأنواع التربة في الأردن، فبالتالي دراستنا لأنواع التربة خلتني أعرف عن الطبيعة، خلتني أعرف عن الأنواع البرية، أتعرف على صحاري الأردن وجبال الأردن، وأنا لساتني بالبكالوريوس. فقررت أكمل ماجستير وأكون معه لهذا الأستاذ اللي دائما كان يعمل استشارات ودراسات للجامعة في مناطق زي المدورة، زي الوادي رام، زي المفرق، زي الصحاري الأزرق. فتعلمت منه كتير صراحة وتعرفت على الأردن. هو خالد أنيس الإيراني، وزير البيئة والطاقة والثروة المعدنية الأسبق، ولد في العام 1964، وحصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأردنية في تخصص التربة، وتبعها بالحصول على شهادة الماجستير في استعمالات الأراضي. ومن خلال شغلي ودراستي بالماجستير كان مشروع التخرج أنه قررت أنه واحدة من المناطق هاي لازم إيش استعمالها، لازم تكون محمية، مش لازم تستخدم لأي شيء. فالأستاذي حكى لي أنه أنت لازم تشتغل مع مؤسسة زي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لأنه أنت تفكيرك حماية الطبيعة وميداني وكذا. فعرفني عليهم وقابلوني، وفي ذلك الوقت كنت عم بعمل الماجستير، فحكيت لهم أنا بقدر يعني متطوع أو مش فول تايم. طبعاً ما رضيوش إنه مش فول تايم، فتطوعت عندهم شوية، ولما تخرجت اشتغلت معهم بال89 بعد ما خلصت الماجستير، واشتغلت بقسم المحميات الطبيعية. وبرضه يعني هاي نقلة نوعية بحياتي، لأنه بالنسبة لي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يعني هي مدرستي، تعلمت منها كثير وفادتني وأنا فتها. لما دخلت على الجمعية يمكن كان في 30 موظف، اليوم الجمعية فيها أكثر من 400 موظف. كانت تدير مجموعة من المحميات حماية، يعني فقط حماية، ولكن فبالتالي اشتغلت أنا في قسم الحماية في قسم المحميات. وبعدين بعد كم من سنة صرت مدير المحميات الطبيعية، قد ما أنا حبيت هاي المناطق وبدأت أستكشفها أكثر. وفي كنت محظوظ لأنه أرسلت ابتعثت في دورة ماجستير بدون رسالة اسمها في أمريكا للاطلاع على إدارة المحميات، فهذا كمان خلاني أتعلم عن المحميات الـ National Parks Management، إدارة المحميات والمتنزهات القومية في أمريكا. زرت أكثر من 25 محمية، وكانت هاي يعني الدراسة كتير فادتني. كانت في رحلة أولى لأمريكا لم أذكرها وأنا بالجامعة، اختاروني في قصة طريفة صراحة في وأنا بالجامعة عم بدرس، لأنه في أحد الكورسات الصيفي قررت ما أخذ صيفي، لأنه أنا خلصت بثلاث سنين ونص البكالوريوس، فقررت أنه أرتاح في الصيف وأعمل رحلات. فيبدو كان في إعلان بالجامعة الأردنية لرحلة لمدة شهر مدعومة من USAID، وهذه الرحلة للطلاب الأوائل بيختاروا فقط اثنين من الأردن، واحد من الجامعة الأردنية قسم المواد العلمية الكليات العلمية، واحد من الكليات الأدبية، وواحد من اليرموك في ذلك الوقت. فأنا طبعا جيت على الإعلان متأخر، وحكوا لي احنا اخترنا يعني، بس انت شاطر يلا بنقابلك. فقابلوني، واللي قابلني كان في ذلك الوقت ايضا الله يذكره في الخير عميد شؤون الطلبة، وحكى لي احنا اخترنا صراحة، وبالصدفة اللي اخترنا في إلي طرف قرابة معه يعني للعميد، قال لي بس أنا عجبتني المقابلة معك وعلاماتك ممتازة وكذا، خلينا ندرس الموضوع. بعد يومين بحكي معي بقول حكي لي حتى تعرف إنه الدنيا ما فيها واسطة، احنا اخترنا مش
يعني بطلنا نختار الطريق. وهاي كانت برضو أثرت في حياتي، مش بس هاي الجملة، الرحلة، لأنه الرحلة كانت شهر في أمريكا، تعرضت فيها على 7 ولايات وتعرفت على العالم. وبتعرفي واحد سنة تانية أو سنة تالتة جامعة ويروح على أمريكا في هذه الظروف ويدفعوا عنه كل الرحلة ويعرفوه على كل يعني المناطق الطبيعية في، فيعني كانت هاي مهمة في حياتي لأنه تعرفت على أشياء ممكن كان أنقلها للأردن. والماجستير اللي عملته أيضا في أمريكا، إدارة المتنزهات القومية، وزرت أكثر من 25 محمية، خلتني أطلع على إدارة الزوار حتى في المحميات. إحنا في الأردن كانت المحميات ممنوعة على الزوار، وحتى يعني حماية فقط، ممنوع الرعي، ممنوع الصيد، ممنوع ممنوع ممنوع. فلما رجعت أنا حكينا أنه يجب أن نفتح المحميات للناس حتى تقدر أهمية هذا التراث الطبيعي المهم. الأردن فيها تراث طبيعي هائل. للأسف كنا ندرس بالمدرسة أنه الأردن 90% جاف، وإحنا لما تعلمت على الصحراء هي جافة ولكن فيها نباتات مش موجودة في العالم، وفيها مناظر طبيعية مش موجودة في العالم، واللي بتعرف عليها بتعلق فيها أكثر. وحب الوطن بالنسبة لي كان من حب هاي المناطق وحمايتها. فحكينا بدي أشارك هذه الحب وهذا الشغف زي ما تعلمت من كان رئيس الجمعية الله يرحمه أنيس المعشر، كمان من الناس اللي أثروا فيه وعلموني في الجمعية، وتعلمت منه حب الوطن وكيف كان يروح يخيم، صرت أخيم معه هو وولاده. عمل مديراً للمحميات الطبيعية في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة منذ العام 1989 وحتى العام 1997، وفي العام نفسه أصبح مديراً عاماً للجمعية الملكية لحماية الطبيعة حتى العام 2004، إذ استقال منها للانضمام إلى حكومة الدكتور عدنان بدران كوزير للبيئة. في 92 كان في مؤتمر قمة الأرض يعني نتج عنه تمويل كبير للعالم لحماية المناطق الطبيعية، فإحنا قدمنا منحة ب$7 مليون للجمعية ونجحنا. هاي المنحة كانت تحكي إنه بدنا نحمي ضانة والأزرق، والجزء الثالث بناء قدرة الجمعية وتأهيلها إنه تستطيع أن تدير هذه المناطق. فأنا كنت من الناس اللي يعني قادوا هذه العملية وقادوا بناء قدرة الجمعية حتى تكون. أنا بآمن بالإدارة التشاركية، فأدخلنا الإدارة التشاركية على المحمي على الجمعية، إنه القائد مش هو صاحب القرار الأوحد، لازم يكون دائما القرار بالتشارك. الموضوع التيم مانجمنت، إدارة الفريق، كل شخص من الفريق له قوة وله عناصر قوة وله مساهمة، وليس فقط المدير هو صاحب القرار. فعملنا ثورة في إدارة الجمعية بتكون من القاعدة إلى الأعلى وليس من الأعلى إلى القاعدة، حتى يكون في يعني حب ملكية لكل فريق عضو في الفريق، إنه هذا الشغل إله وليس هو فقط موظف، فيؤمن بما نعمله كجمعية. فهذا كان كثير أنا يعني اشتغلت فيه. وإدارة محمية ضانة اللي اشتغلنا مع المجتمع المحلي، وأدخلنا المجتمع المحلي إنه نعمل فرص عمل من وراء السياحة البيئية. فذهبت أيضا إلى أفريقيا، قعدت شهر ما بين كينيا وأوغندا نتعرف على نموذج الأفريقي في إدارة المحميات، فتعرفنا على الأمريكي وعلى الأفريقي وطورنا نموذج خاص فينا في الأردن. وبذلك يعني بدأت ضانة، وأنا عشت مع السكان المحليين يمكن 6 أشهر في القرية، وكسبنا يعني الثقة المتبادلة، وبالتالي بدأت محمية ضانة في طبعا أنا ما أحكي، أنا ما بحكي أنه أنا فقط، أنا ما كان بقدر أعمل أي شيء بدون الفريق، بدون الناس اللي تعلمت معهم، بدون الفريق اللي ساندني. فلا أدعي في هذه يعني في هذا البرنامج أو في أي برنامج إني أنا اللي أي شيء ساهمت فيه إنه فقط أنا اللي عملته لحالي، أكيد ما كان بقدر أعمله بدون الناس اللي كانوا حولي. فضانا يعني بفتخر إنه أنا من الناس اللي ساهموا في إنه تكون محمية جلبت الخير للناس وجلبت الخير للطبيعة وجلبت الخير للأردن. يعني كان اللي بيزورها يمكن 10 أردنيين بالسنة، اليوم عم نحكي على مئات الألاف بيزوروا محمية ضانة والمحميات الأخرى. يعني طبقنا ما طبقناه في ضانة على 9 محميات اليوم، اللي فيها نزل، فيها مخيمات، فيها
آلاف الناس من السكان المحليين بيشتغلوا. أصرينا إنه 100% من سكان من موظفين كل محمية من سكان المنطقة. كانوا يحكوا لي يا أخي ما بيعرف، ما في طباخين، ما في ناس بيعرفوا ينظفوا الحمامات، ما في. قلنا بسيروا بنبعتهم على عمون كل الفندقية وبنيجي إحنا بننظف معاهم. مرة نزلت كل الفريق بعد ما صرت أنا مدير جمعية، يعني بعد اشتغلت في الجمعية 20 سنة، بعد مدير يعني مع شو صرت مدير محميات ومدير مشروع ضانة في أوله، رشحوني مع كنت أصغر مدير يمكن بالثلاثين إنه أنا أصير مدير عام الجمعية، لأنه كنت يعني اعتبروني دينامو في هذا الموضوع. وطبعا أنيس المعشر بتذكر الله يرحمه لما ناداني قال لي أنا الكل بحكي لي أنت لازم تصير مدير، مع إنه إحنا أعلننا وجبنا ناس من برا، بس الكل بحكي لي إنه عندك خالد وبتدور على ناس من برا. فأنا يعني طبعا افتخرت إنه هيك بحكي لي، قال لي بس أنا شايفك صغير بس بدي أجربك، كيف بدك تحكي مع الوزراء وكيف بدك تحكي مع المحافظ لما يكون عندك مشكلة وكذا، بشوفوك صغير وأنا كان مبين علي لسه أصغر من ما أنا كنت 30 شوي اثنين. فقلت له يعني جربني وإن شاء الله. طبعا حتى هو كان محق في البداية، لأنه لما يدخل كان المحافظ يدخل يدور مين المدير يقولوا له خالد، يفكرني أنا ابن أنيس المعشر، لأنه برضو اسمي خالد أنيس، أبوي اسمه أنيس وأنيس المعشر اسمه أنيس، فكان يفكرني أنا ابن الرئيس وكان يدوره على المدير وين. فبس طبعا أنا كان عندي ثقة بنفسي وكنت أحكي مع الوزير وكنت أحكي مع ومرينا بعدة يعني حملات، كنا نعارض الحكومة في بعض مشاريعها اللي كانت بدها تقام في المحميات. فيعني مثلا أنا بحكي لك أنا من قصة لقصة يعني بنحكي، بس يعني مثلا في كان بعض المشاريع للحكومة بدها تعمل سد في نصف محمية الموجب. محمية الموجب أنا بفتخر من إنه من الأوائل اللي دخلته قبل لا يصير طريق البحر الميت، أنا وزميلي زميل إلي الأخ عدنان البوديري ب89 كنا ندور على مركز لنطلق فيه حيوان البدن هذا الوعل الجبلي، فلقينا الموجب. كان يعني أخذتنا 5 ساعات بين عمان ووصلنا الموجب، لأن كلها كان طرق جبلية، كانوا لسه عم بيبنوا طريق البحر الميت. أكيد كان اللي بيعرفها قبلنا الجيش، وبتذكر يعني الجيش كان يعني طبعا بيعرف كل الأردن وكانوا يفوتوا على المنطقة، بس أنا كأشخاص مدنيين ممكن أدعي أنه إحنا من أول الناس اللي دخلنا هذا المحل الكثير حلو لشلالات المي واستكشفنا وصورنا، كنت ماخذ كاميرا حتى نلفها بنايلون ونصور وإلى آخره. فاليوم أصبحت مكان بزوره 30,000 و40,000 زائر، وأنا بفتخر بذلك. فاستلمت إدارة الجمعية ونجحنا في حملات مثلا أنه نمنع هذا السد يصير، وقرارنا كان صائب لأنه اليوم هذه منطقة الموجب بمستوى البترا صارت تزار، والسد صار في المنطقة العلوية ما أثر على المنطقة. حملات كثيرة الجمعية قمنا فيها ويعني اللي طبقناه في هذه البرامج. أنا كانت متعتي أكون أزور المحميات وأشتغل مع سكان المنطقة، زي ما حكيت في البداية كانت في يعني مش سهل نشتغل ويكون ناس مثلا يعرفوا إدارة المحميات، ولكن دربناهم في واحدة من مثلا عطل الأسبوعية، أخذت كل فريق الجمعية من عمان ننظف حمامات قدام المجتمع المحلي، إنه هذه مش عيب يعني من ننظف ونشتغل للسياحة وتطوير السياحة. بآمن أنا القيادة تكون بعمل المثل، وليس يعني مش أنا واعد وراء المكتب أو أحكي لهم نظفوا ويشوفوني أنا ما بنظف، أقول لهم ما تتأخروا على الدوام وأنا باجي متأخر. فأنا بآمن أنه أكون لازم أكون أنا في المقدمة دائما حتى الكل يؤمن أنه اللي بحكيه أنا مآمن فيه، وفعلا بكون أنا مآمن فيه. فاستلمت إدارة الجمعية لمدة 7 سنوات. كان دوري في البداية ليس فقط إدارة الجمعية، ولكن كان جلب التمويل، فكنت نشيط في جلب التمويل مع مؤسسات المجتمع العالمي. أنا مولود قبل خالد ب8 سنوات تقريبا، أنا شقيقه الأكبر، إحنا ابنين وبنتين. خالد مولود بسنة 1964، بذكر يوم مولده تماما، كان عمري 8 سنوات، كان يوم سعيد بالنسبة إلي لأني كنت أنتظر إنه خالد يجي للدنيا، ولدرجة إني والدي ووالدتي الله يرحمهم منحوني الحق إني أنا اللي أسميه،
فأنا اللي اخترت له اسم خالد لأكثر من سبب. شخص هو سهل التعامل معه، مش عارف يعني كمدير جدا سهل التعامل معه. بعرفه من قبل ما اشتغلت في هاي الشركة، بعرفه من زمان من أيام وظائف أخرى لما كان وزير، وحتى بهذيك الأيام كان هو شخص متواضع جدا، ما بتحس من الأشخاص اللي بياخد على مبدأ أنه هو كان وزير أو هاي الشخص هاي الشغلة جدا مهمة لإله. صديق، بحب الناس، الناس بحبوه بيحترموه، جميع الوزارات اللي بنتعامل معاها نفس الشيء يعني بيعتبروه شخص صديق، وبحب يضحك، هي شغلة لطيفة. تعرفت على معالي خالد إيراني في بداية التسعينات لما تخرجنا من الجامعة، دخلنا على الحياة العملية وانخرطت في الأعمال التطوعية، فكنا مجموعة من الشباب والصبايا بنشتغل على موضوع البيئة، الآثار، التراث، بيجمعنا حب الأردن، حب البيئة، حب الآثار والتراث. فمن خلال تحضيرنا لرحلات لمواقع بيئية وطبيعية تعرفت على معالي مع مجموعة من الشباب، كنا نطلع على الميدان، على المحميات، على المحافظات. 7 سنين كنت مدير الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وخلتني كمان أكون أكثر في آخر خاصة عدة سنوات على المستوى الأردني الوطني في طرح السياسات البيئية، وليس فقط طرح السياسات الجمعية في حماية الطبيعة وتأسيس المحميات. كنت أنا يعني نشيط في إظهار أهمية المحميات وأهمية إنه المحميات مش جماعة، كانوا زمان يسمونها جماعة، هدول جماعة الطيور، جماعة البيئة، وما لهمش علاقة بالفقر وما لهمش علاقة بأولويات الجمعية الوطنية. ولكن أثبتنا إحنا من خلال إيماننا في حماية الطبيعة إنه حماية الطبيعة لا يمكن أن تفصليها عن السياسات الوطنية. يعني اليوم أثبتنا بعد ما كنا نشتغل لحالنا في البداية إنه المحميات بؤر اقتصادية مهمة صارت للسكان المنطقة، اللي عم نحميه وكنا نحميه أثبت أهميته الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية. اليوم السياحة البيئية أهم رافد للاقتصاد الوطني. هذا الحكي لما بدينا كنا صراحة رواد في هذا الموضوع، ما كان الناس تحكي عنه، كنا عدد قليل يحكي عنه. اليوم صار الكل يحكي عنه، عن السياحة البيئية وعن أهميتها، ويعني تطورت بشكل كبير جدا. فأنا بفتخر فيه، يعني هذا أهم شيء أنا بعتقد ساهمت فيه. اليوم بعد دوري في كمدير جمعية بدأت أحكي في السياسات البيئية، بدأت أحكي مع مجموعة أنه لابد من يكون هنالك وزارة للبيئة، لابد من هنالك يكون في استراتيجيات وطنية للبيئة، ليس فقط لحماية الغطاء الأخضر ولكن أيضا موضوع التلوث وموضوع الهواء وموضوع النفايات وإلى آخره. فهذا يمكن خلاني أظهر غير قاصدا، يعني ما كنت أروج حالي وطنيا، ولكن كدوري كمدير أكبر جمعية بيئية في الأردن، وحتى كنا أكبر من وزارة البيئة، ما كانش في وزارة البيئة، كانت المؤسسة العامة لحماية البيئة اسمها تابعة، يعني يرأسها وزير البلديات وشؤون البلدية والبيئة كان اسمها. وفي عام 2009 تولى حقيبة وزارة الطاقة، وبعد خروجه من العمل العام التحق بالقطاع الخاص وأسس شركته الخاصة. التحق بعضوية مجلس الأعيان في العام 2013. عاد المهندس الإيراني إلى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة رئيساً لمجلس إدارتها، إذ هي مؤسسة تطوعية غير حكومية تأسست عام 1966.
ففي 2005 لما كلف دولة الدكتور عدنان بدران في انه يكون رئيس للوزراء بيتصل معي، وانا طبعا ما كنتش لما صار انا بعرفه واشتغلت معه، كان عندنا زمان معنا في مجلس إدارة الجمعية لما كنت أنا مدير الجمعية، فلما شفت تليفونه بيطلبني فقلت أكيد بده يسأل، ما كانش خاطر ببالي إنه رح يطلب مني إنه أكون وزير بيئة، قلت أكيد بده يسأل عن تليفون حدا هلأ هو عم بشكل، وهو عم بشكل أنا تجنبت أحكي معه أبارك له لأنه قلت هلأ بفكرني بذكره بحالي ولا بشي، فبحكي معي بقول لي كيف أخذ، قلت له ألف مبروك دولة الرئيس إن شاء الله من نلتقي بس تخلص تشكيل مبارك لك رسمي وكذا، قال لي لا أنا بدي إياك بالفريق معي وزير للبيئة. طبعا في ذلك الوقت كانت معالي ست ليلى شرف هي رئيسة مجلس إدارة الجمعية وأنا كنت مدير عام، قلت له دولة رئيس شكرا على ثقتك وخليني أنا أحكي مع ست ليلى يعني ذوقا لأنه هي رئيستي، فيبدو كانت جنبه أو شيء، قالها تفضلي تفضلي لسه الأخ بده يفكر، فحكت معي قالت لي لا خالد هذه يعني فرصة وانت يعني تعرف كثير في البيئة وندعم الدكتور عدنان وانت يعني لا بالعكس، قلت لها لا انا ذوقا بدي انت الرئيس رئيستي ما بصير رأسا اتركك واروح يعني اي واحد بطلبني يعني لا، وطبعا انا بتشرف اكون وزير، فلا الحمد لله يعني دخلت بحكومة الدكتور عدنان 8 اشهر للأسف كانت لانه ما طولت، وأنا اشتغلت مع 4 رؤساء وزراء يعني عدت وزير 6 سنوات، اشتغلت مع الدكتور عدنان بدران وبفتخر في عدة إنجازات معه ودعمني صراحة، في أولها لما دخلت من إيماني في البيئة أنا كنت عم بدرس موضوع سيارات الهايبريد، فمرة في اجتماع مجلس وزراء خلصنا الاجتماع رحت عنده قلت له دولة الرئيس في إشي في الدنيا اسمه سيارات هايبريد، وأنا عملت الدرس وحكينا مع السفير الياباني وحكيت مع شركات السيارات نقدر نفتح الأردن سوق لهذه وهذه بتوفر طاقة بس ننعفيها من الجمارك حتى يصير عليها طلب، قال لي على بركة الله أجيبها على مجلس الوزراء المرة القادمة، قلت له بدي أطلب منك طلب بدي كمان نجيب سيارات هايبريد لكل الوزراء، ففي واحد الله يسهل عليه كان يشتغل معه قال له دولة الرئيس هيبة الوزير وليش يعني سيارات هدول صغار وبلا من هالقصة، قال له لا جيب له هو هذا خالد بتفرقش عنده، أنا من النوع اللي ما بتفرق عندي يعني إنه عامل وزير، كنت مؤمن ولا أزال إنه الوزير هو زي ما بيحكوا الأجانب سيفل سيرفنت خادم للوطن يعني، وفعلا يعني جنيون يعني مش إنه تمثيل، فعلا أنا كنت أشوف حالي كنت أذكر حالي كل يوم لما أجي على الوزارة إنه أنا طالع بكرة وما يعني تكبر براسي إني وزير الحاكم بأمره في وزارتي وحتى ما يعني أنهبل يعني أو بتعرف الواحد دائما لما إذا كان عنده السيطرة الكبيرة الوزير عنده صلاحيات كبيرة وواسعة إذا صدق حاله مشكلة لازم دائما يذكر حاله إنه هو في موقع لخدمة القطاع اللي هو فيه ولخدمة الناس، وأنا كنت أذكر حالي دائما كل يوم ويمكن عشان يقدر لست سنين كنت يعني بتعرفي كانت أيامنا الحكومات تتغير بسرعة فيعني ما كنت عارف حالي قاعد بكرة ولا مش قاعد، فكنت دائما إنه لا تصدق حالك يا خالد الكرسي بكرة أنا مروح أنت مروح طول ما أنت موجود اعمل اللي أنت مؤمن فيه، فبدأت في موضوع الهايبريد وفعلا اليوم الكل بيعرف قديش الهايبريد انتشر في الأردن وأعفيناها، وطبعا لا أعفو نص وإلى آخره، ولكن إحنا أيام حكومة الدكتور عدنان أعفينا سيارات ودخلت، أيضا رفعت شعار طبعا وطورنا أيام الدكتور عدنان بدران أعفينا برضو سيارات الكهرباء اللي ما كانتش لسه على الخريطة لليوم مع فيه سيارات الكهرباء بس هذا إحنا أعفينا بال2005، واشتغلنا على قانون البيئة اللي كان موجود أنا و ايضا الله يسهل عليها ويعطيها اللي تتمناه الدكتورة عليا بوران اشتغلت معها واشتغلنا قانون البيئه في ذلك الوقت كانت هي وزيره في وزيره سياحه بال 2006 قانون البيئه مشي بمجلس النواب بال 2000 في حكومه الدكتور عدنان بدران كنت مؤمن انا ايضا انه الديزل اول مره يمكن انا
بتصير على الصفحة الأولى بأحد الجرائد موضوع الديزل. أنا أثرته كوزير، الناس قالوا لي ليش بتثير إشي ضدك؟ قلت لهم يعني مش ضدي، لازم أثير المشاكل، يعني ما بصيرش أتخبيها. عادة بقول لك ليش تظهرها، ما أنت هلا بصيروا يهاجموك. أقول لي لا، إذا عندي مشكلة بدي أظهرها حتى يصير في تعبئة وطنية، الناس كلنا الطالب بهوى نظيف، هذا حق إلنا. الديزل عندنا نسبة الكبريت عالي، كان في ذلك الوقت أيضا في 2005 البنزين فيه رصاص، الرصاص أكبر مقتل للأطفال ولنسبة الذكاء الآي كيو للأطفال اللي تحت 7 سنوات، وغير الأمراض التنفسية اللي بيعملها والسرطانات وإلى آخره. فرفعت شعار وحطيته حقيقة على مدخل وزارة البيئة نحو بنزين خالي من الرصاص عام 2008، وأنا مش عارف حالي رح أضل ولا لا، هذا حكي بال2005، وضلينا وراها لفعلا بال2008. أنا بفتخر أنه أطلقنا وأوقفنا الرصاص في البنزين، فأنا هذه بفتخر أنه أنا قدت هذه الحملة ونجحنا فيها. وطبعا كانت عقبات بهالثلاث سنوات، لأنه كان في حرب أنه هذا رح تكلف البلد مئات الملايين إذا بدنا نعمل بنزين بدون رصاص. وكنت أزور وزير المالية وزراء المالية، وكنت أزور المصفاة، وكنت أزور وبالآخر وجدنا حل لا يكلف كثيرا، ولأنه كنا كمان نحسب الفاتورة الصحة إذا بوجود الرصاص والآخر. وأخذ قرار مجلس وزراء بإنهاء الرصاص، وبرضه بفتخر فيه. باستقالة الدكتور عدنان بدران دخلت مع بحكومة أيضا الدكتور معروف البخيت، كنت أيضا وزير بيئة، وأيضا اشتغلنا على قضايا متعددة. واحدة منهم بفتخر أنه طلبني جلالة الملك، جلالة سيدنا كان داعمني كثيرا وأنا في الجمعية وأنا في وزير وزارة البيئة، طلبني أنه شو برنامجك البيئي. فأنا كنت أحكي لجلالة سيدنا برنامجي البيئي، والحقيقة سيدنا دعمني كثير في إنجاز كثير من البرامج البيئية، سواء المحميات، سواء كنت حكيت لجلالة سيدنا على فكرة الشرطة البيئية. وتاني يوم أنا يعني وأنا بحكي لجلالة سيدنا، يبدو كانت الفكرة أيضا براسه موضوع الرينجرز. فتاني يوم بعد اللقاء وتشرفت بلقاء سيدنا بال2005 طلبوني الديوان، حكوا لي في اجتماع مع جلالة سيدنا. أنا فكرتهم مخربطين، قلت لهم مبارح اجتماع، قال لا اجتماع ثاني. فبالاجتماع في قاعة الانتظار كان الله يرحمه العطان، كان مدير أمن عام، ونادونا مع بعض للقاء جلالة سيدنا. وكان الحديث موجه إلى مدير الأمن العام، بحكي له باشا إحنا خلال 6 أشهر بدنا نعمل الشرطة البيئية. طبعا أنا سعادة من الداخل إنه حكيت شغلة لسيدنا وتابعها في اليوم الثاني. وفعلا خلال 6 أشهر بحكومة الدكتور معروف البخيت اللي بكن له أيضا كل الاحترام، أطلقنا الشرطة البيئية اللي اليوم موجودة. تولى رئاسة الاتحاد الدولي للطبيعة والطيور، وساهم المهندس الإيراني برسم ووضع السياسات المؤثرة للحفاظ على البيئة. يفضل المهندس الإيراني العمل بصمت بعيداً عن الأضواء الإعلامية، لذلك شكل حكايات من قصص النجاح والتميز في العمل. خالد من صغره كان حنون، وفي فترات كنا قراب من بعض وفترات بعاد من بعض. الفترات الطفولة الباكرة لخالد، خالد كان حنون وكان طفل مرح، كان ابنه صغير يحب الأشياء اللماعة، يحب الساعات والأشياء هذه. كان ذكي، كان قوي الملاحظة، وكان في شيء من التعلق فيه أنا أخوه الكبير. وبعديها إحنا نشأنا طبعا في نفس البيت، هذا البيت والدنا كان طبيب وبنفس الوقت كان مزارع. والصفة الثالثة المهمة له أنه كان قارئ نهم ومثقف كبير. فإحنا نشأنا في بيت يحب الطب ويحب الزراعة ويحب الثقافة ويحترم الكتاب والمعرفة. أنا طفولتي كانت الحمد لله ليست طفولة معذبة، كانت طفولة جميلة بعتبرها. الويبدة وأهلي طوروا كثير من وين أنا اليوم. الويبدة خلاني أعشق عمان. من وأنا صغير كان عندي دائماً
شغف انه يكون عندي بسكليت او فان والف العالم. فاول شيء عملته شريت بسكليت. انا كان والدي الله يرحمه اثر فيه كثير، كان طبيب وكان مثقف جدا ويدرس دائما قارئ كثير، فكنت اتعلم منه كثير، يقرا كثير عن الديانات وعن التاريخ، وكنت اصحى دائما يكون حاطط البي بي سي بالعربي، فكمان شوي تاثرنا في اللغه العربيه منه. وهو كان طبيب يعني، واشتغل في كل الاردن، وبيعرفوه اهل عجلون وبيعرفوه اهل السلط، وكنت انا افتخر انه يعني هو معروف، وكان من اوائل اطباء الاردن، فاثر فيه. والدتي من سوريا ايضا كانت يعني فتحت لنا يعني مداركنا في على سوريا ولبنان، كانت بس هي كانت تسوق، هي اللي تسوق، ووالدي ما كان يسوق. وبتعرفي بالسبعينات والستينات بالاردن الست تسوق كان غريب، فكانت هي اللي تسوق تاخذنا على سوريا ولبنان، وتعرفنا على يعني واحنا صغار. فانا تعلمت هذا الموضوع. والدي كان كل ما بدي اطلب منه شيء، مثلا اقول له بدي مسكليت او بدي ستيريو، وانا صغير يعني 13 وهيك، يقول لي تشتغل بالصيف بتجمع نصه وانا بدفع لك نصه. فتعلمت الشغل وانا صغير، وواضح كان ان عنده رؤيه انه بدوش يعني اتعلم انه كل شيء على البارد على البارد المستريح. فمره كنت صيفية اشتغلت، كان هو طبيب شغلني بقسم الملاريا، كنت انظف سلايدات مثلا. السنه اللي بعديها كان في زمان محلات الفيديو اللي باجروا فيديو الفي اتش اس هذا ولا هذا، فاشتغلت بالصيفية بمحل الفيديو، صيفية ثانية اشتغلت بمحطة بنزين. فكنت أنا أشتغل وأجمع، أقول له هلأ بدي بسكليت وأحط هيك. أتريته كان يجمع لي وشرى لي أرض بالرمثة، هو كان عندي أرض بالرمثة، لأنه أول عيادة له بالأربعينات كانت بالرمثة لوالدي، فشرى لي أرض بالرمثة، وكنا كان يشتري لي طبعا بدي بسكليت، يشتري لي بسكليت. بسكليت أنا بتذكر لفيت في عمان كلها، بتذكر كنا نروح ما بعد ضاحية الحسين ما في شيء، كانت كلها حقول قمح، فكنت أروح أنا وأصحابي بالبسكليت نعتبرها مغامرة لهناك، ونكمل على الحقول ونكمل نستكشف عمان ونستكشف. فهذه كانت يعني شيء مهم بحياتي. الشغل بالصيف كثير أثر في حياتي. تعلمت السباحة بكير، كان في فندق اسمه فيلادلفيا، أنتوا يمكن ما بتتذكروه، هذا للأسف هدموه، وأنا يعني حزين لأنه إحنا هذا جزء من تراث عمان، يعني أمنا عمان الحاليين تداركوا موضوع التراث العماني، سابقا ما للأسف ما تداركوا هذا. يعني فندق زي فيلادلفيا كان عند المدرج الروماني، هذا كان من أهم الفنادق زمان في عمان. أنا تعلمت فيه سباحة وأنا عمري 6 سنين، كان الله يسهل عليه ابنه عادل الوزني، كان ابنه أظني عماد بطل المملكة في السباحة، مسكني وزتني بالبركة وحكى لأمي هلأ بتعلم سباحة. تعلمت سباحة، فصار عندي كمان حب للسباحة، ويمكن عشان هيك صرت أغطس. فكان فتعلمت من وأنا صغير، تعلمت رياضات مختلفة، كنت أروح أخيم البسكليت فيعني كنت أي شيء يطلع جديد أحبه، كنت أسمع ميوزك كثير، يعني إخواني كانوا علموني، أختي وكانت يعني مهتمة كثير بالموسيقى، فتعلمت كمان الموسيقى. أخوي الكبير هو طبيب، فكان يأخذني برضو درس بسوريا ودرس بهارفارد، فكان كمان يعمل لي كثير كوتشنج، فكنت محظوظ بإخواني صراحة. أنا عندي أخ كبير هو يعني بالنسبة لي علامة، لأنه قارئ زي أبوي، أنا بحسده لأنه ما بعرف أقرأ زيه، ما ليش جلد أنا زيه للقراءة، فبحسده لأنه بس بتعلم منه دائما، بروح عنده بخليه يحكي لي اللي قرأه، فيعني بستفيد منه، أنا إنسان سمعي أكثر منه. وطبيب رائع يعني صراحة. وعندي أخت صغيرة أصغر مني، فعندي أخ وأخت وأخت صغيرة يعني عائلتنا كانت يعني الأفريج في عمان. أبوي كان يأخذني كمان رحلات معه، لما كان عنده مزرعة، كان هو لما كان طبيب بعجلون بالأربعينات، كمان عنده أراضي كان براجب، منطقة راجب ما كان حدا يعرفها زمان، كان يأخذني عليها، فيها شلالات وهذا. وأيضا هذا يمكن كان أثر فيه، خلاني حب الطبيعة وأنا صغير وأنا مش مدرك، فكنت أروح معه. أبوي ترك الطب وحول مزارع آخر 20 سنة من حياته، فكان يأخذني على راجب، وكنت أروح على بساتين الرمان وكذا، فكمان خلاني
أعشق هذه المناطق وأحبها. بيبهرني دائما بتواضعه، بوجوده دائما بالميدان مع الشباب حتى لما كان مدير لهذه الجمعية. فمن ثم طبعا انتقلنا لعدة مراحل معه وبقينا على تواصل وصداقة طورت لصداقة. وكنت من أسعد الناس لما استلم معالي وزارة البيئة، لأنه قلة من الناس بتعرف الإنجازات اللي تمت على زمن معالي خالد إيراني كوزير للبيئة، والإنجازات والشغلات اللي عملها. هو وزير ولكن هو إنسان متواضع جداً، يعمل بسكوت، ما بيطلع بيحكي عن حاله ولا بي، ولكن نحن من معرفتنا فيه واللي على أرض الواقع شفنا التغييرات في موضوع البيئة في الأردن وكيف تطور أصلاً المعنى البيئة عشان ياخذ منحى جديد. يقضي وقته في العمل لساعات طويلة، لكنه يسعى إلى ممارسة رياضة الغوص في خليج العقبة للاستمتاع بجمال المرجان البحري والأسماك. يميل إلى الطرب الأصيل، فهو يعشق سماع صباح فخري وأم كلثوم وفيروز. كان له تأثير أصلاً لمشروع الطاقة البديلة في الأردن، يعني هو ما بيحب يحكيها، ولكن ولا ربما هو يعني واحدة من أهم الإنجازات اللي عملها لما كان وزير طاقة هو إنه طلع هذا القانون. هلأ على عين الرأس كان هذا القانون جزء من قوانين أخرى، ولكن لما هو إجا طلعت بوزارته وبوقته هذا القانون، واللي من وراء طلع من وراء مشاريع عديدة للطاقة البديلة في الأردن بما فيهم الرياح والشمسي وغيره. وهذا إشي هو ما أصلاً ما بحب يحكيه، يعني بقول لك دائماً إنه كان جزء من فريق. هو طبعاً صح، والتعامل بين الكوردينيشن زي ما بيقولوا بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن هو كان له أثر كبير في إنه صار إشي في الأردن. يعني بالمدرسة كنت أنا أكثر، يعني في أخذني لما مرة أخذني على سيل الزرقاء، وعندي صور بسيل الزرقاء، وأنا لما صرت وزير رفعت شعار إعادة تأهيل سيل الزرقاء، لأنه كنت أحكي لهم كنت أسبح فيه. في ناس كانوا يضحكوا، كان يسبح فيه بتخوتوا للأسف، فبس لقيت لكم أنا صور وأنا بسبح بسيل الزرقاء. كان سيل نظيف، وأنا رفعت شعار إعادة تأهيله، لأنه كان عندي رؤية إنه هذا السيل قد ما هو جميل ممكن بالمستقبل إذا أعيد تأهيله ورجعت المياه النظيفة له، ولا جزء منها رجع نظيف، إنه ممكن يكون مناطق سياحية عليه. يعني يعني أثر هذه الرحلة يمكن على سيل الزرقاء، كنا نروح ونسبح فيه، يعني أثرت فيه. يعني هذه جزء بسيط من طفولتي. بعدين انتقلنا من الويبدة إلى منطقة السابع، وبدأت العمان تنتشر وهيك، ولكن اليوم أنا رجعت يعني مكتبي بالويبدة، لأنه يعني تعلقي في الويبدة كان يعني كثير أكثر. طفولتي زي ما يعني حكيت لك ما بتذكر فيها يعني غير يعني الأمور الحلوة الجميلة. كانت عمان ولاد، يعني كانت الناس بتعرف بعض كثير، يعني فكنا نطلع احنا وصغار ونمشي ونروح ونيجي، مش زي اليوم الاهالي بتخاف على اولادهم بالسيارات من كذا. كنا نلعب بالحاره فوتبول، كنا نطلع، ما يعني كانت الامور كثير اسهل من اليوم، والناس كثير كانت تعرف بعض، وكنا نروح على البيوت ونلقط الجرينك وشجر عمان ويعني ومناطق عمان المختلفه. ننزل، كنا نروح من المدرسة ننزل على البلد، على نروح كان أبو محجوب جمنا ناكل الفلافل، نروح على هاشم بس نخلص لعبة الفوتبول. يعني طفولة، يعني شغلات بسيطة يمكن الواحد كان ياخدها تحصيل حاصل، اليوم بفتقدها وبحس قديش إلها قيمة. يعني ساندوش الفلافل اللي كنا ناكل عند أبو محجوب قديش كان إلها قيمة اليوم، هالمشي اللي نمشيها من جبل الويبدي للبلد قديش إلها قيمة اليوم، قديش إلها نكهة، قديش إلها جمال.
مع انه بناخذها قديش ببساطتها وحلاوتها. انتقل هذا الحب يمكن لبرية الأردن، انتم يمكن بتعرفوا برية الأردن بالدوار الأول لما عملنا المحميات وعملنا المنتجات، وصاروا السيدات المناطق اللي حوالين المحميات يعملوا منتجات زراعة عضوية ويعملوا فضة وسناسل، وصار عندنا أكثر من 300 منتج. فبالجمعية قلنا برضو بدنا نبني مبنى نيجي على المدينة نروج المحميات في المدينة، لأنه للأسف أهل الأردن في ذلك الوقت معظمهم ما كان بحب الطبيعة، بحب يصف سيارته ويهش ونش، ما بحب يطلع ويمشي ويحمل الشنطة. هلأ عم بتزيد هاي الرياضة ولكن ما كانت موجودة. يعني أصعب موقف يمكن أنا مريت فيه لما توفت الوالدة، لأنه أنا كنت معها، ويعني كان صعب علي كثير، لأنه خاصة طبعاً أكيد الواحد أي شخص الوالدة بالنسبة له يعني مهم، ولكن أنا بالنسبة لي كمان خاصة في السنين الأخيرة كانت صديقتي وليست فقط والدتي. كنت أنا يعني كل يوم عندها أتغدى عندها، هي كانت الله يرحمها مرحة كثير وتحب الحياة، وكنت دائما نطلع اخذها مشاوير ودائما تضحكني، يعني دائما تحكي لي قصص تضحكني فيها. فكانت يعني كانت وفاتها صعبه كثير علي، لانه يعني فقدت والدي وصديقه، كنا يعني نحكي مع بعض كل شيء. والشخص اللي اثر فيه طبعا غير الواحد اهله، اكيد اهله وامه وابوه يعني اثروا فيهم كثير في اي شخص في تاريخ حياته. يعني انا في عدة أشخاص أثروا في طبعا غير الأهل بحياتي العملية أو المهنية. يعني يمكن أنيس المعشر كان شخص من الناس اللي اشتغلت معهم كثير واستفدت منهم كثير وأثر فيه كثير. جلالة الملك أنا اشتغلت وتشرفت أنه أشتغل أكون على اتصال معه، وأثر فيه كثير طيبة قلبه وقيادته ودعمه إلي شخصياً بموضوع البيئة. يعني بالإضافة لجلالة الملك اللي بقول له شكراً، بحكي شكراً لعائلتي وأهلي وكل اللي اشتغلوا معي على كل يعني في كل محل كنت فيه، سواء بالجمعية فريقي اللي في الجمعية بحكي له شكراً، الطواف اللي بيشتغل بالمحميه اللي لما اروح اشوفهم يعني برد الروح، زياره هذا الفريق اللي مؤمن باللي احنا بنؤمن فيه، فريق اللي بوزاره البيئه اللي اشتغل معي على مدار الخمس سنوات، فريقي بوزاره الطاقه اللي اشتغلوا معي ودعموني، اللي انا جيت لهم من خارج القطاع وامنوا فيه ودعموني بقول لهم شكرا، وبحكي شكرا لأصدقائي اللي آمنوا فيي. وبدون أسماء يمكن في أول ما أنا طلعت من الحكومة في مجموعة من أصدقائي اللي آمنوا فيي ودعموني واستثمروا بالشركة اللي عرضتها عليهم، بقولهم شكرا لإيمانكم فيي. واليوم إن شاء الله أكون عند حسن ظنهم في عمل شركة بالرؤية اللي إحنا بدينا فيها.